أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم مع الناس، حيث نعيش معهم همومهم وآلامهم، نسمع لشكاويهم. طبعا بداية نعتذر عن تأخير البرنامج للبيان المهم الذي ألقاه المجمع الفقهي لعلماء العراق، فكان التأخير لأن كان البيان مهم حسب ما سمعتم قبل بدء الحلقة. أحبتي الكرام، نذكركم بالتواصل مع أرقام هواتفنا الفايبر 0096478011 173 72، وكذلك مشاركاتكم على الواتس أب 0096470200303. نسعد بمشاركاتكم مع هذه الحلقة من برنامجكم مع الناس. الضلوعية تحت النار، هذا عنوان حلقتنا لهذا اليوم. نسعد بمشاركاتكم، إذا كان أحد لديه صور فيديو يبعثها أيضا على الواتس أب البرنامج، نحن نعرضها على الشاشة. الوضع في الضلوعية اليوم وهي 80 كيلومتر جنوب تكريت أو جنوب محافظة صلاح الدين، شهدت منذ صباح اليوم عمليات عسكرية وتفجيرات واقتحامات. العمليات كانت نوعية أيضا، لم يقتصر فقط التفجيرات على السيارات المفخخة فحسب، بل شملت أيضا زوارق مفخخة، زورقان مفخخان انفجرا أيضا، وتسلل المسلحون إلى داخل مدينة الضلوعية. انفجرت السيارة الأولى أيضا عن مركز شرطة الجبور، وكذلك انفجرت سيارة أخرى أيضا عند تجمع لأبناء العشائر وللصحوات وللقوات الأمنية. كذلك أيضا انفجرت سيارة مفخخة أخرى. طبعا السيارات المفخخة التي انفجرت هي سيارات هامر عسكرية، سيارات هامر عسكرية كان عند مسلح وتنظيم الدولة الإسلامية، حيث قامت باقتحام مدينة الضلوعية. وأيضا قبل اقتحامها أيضا كان هناك قصف بقذائف الهاون، بعشرات قذائف الهاون استهدف العوائل. وصل إلى مدينة بلد ما يقارب 100 قتيل وجريح من أهالي الضلوعية حسب ما أعلن مدير مستشفى بلد الحكومي، بوصول 100 تقريبا، بينهم 20 قتيل والباقي هم من الجرحى. ينضم إلينا أيضا هاتفيا أبو حسين من الضلوعية. أبو حسين مرحبا بك. انقطع الاتصال مع أبو حسين من الضلوعية. مصدر أمني صرح بهجمة شرسة عنيفة قام بها تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة الضلوعية، وهي طبعا هذه المدينة التي تعتبر هي امتداد لمدينة سامراء أو امتداد لمدينة بلد، هي من المدن التي لم يسيطر على المسلحون، سيطر عليها المسلحون في وقت سابق، لكن أبناء العشائر في الضلوعية قاموا أيضا بالصدام مع المسلحين، وتم خروج المسلحين من أو إخراج المسلحين من المدينة. هجمة قام أيضا المسلحون اليوم باقتحام المدينة من عدة جهات، كما قلنا رافقه قصف بقذائف الهاون، رافقه أيضا انفجار 3 همرات مفخخة من أصل 5 همرات مفخخة كما أعلن مصدر أمني في مدينة الضلوعية. بالحقيقة محافظ صلاح الدين الدكتور رائد إبراهيم الجبوري صرح وطلب إمداد وتدخل الطيران الحكومي لوقف تقدم المسلحين، طلب إسناد جوي، طلب دعم حكومي قوي كما تم دعم أمرلي من قبل، لكن
قبل يمكن أعتقد قبل ساعة من الآن صرحت مصادر حكومية أن هناك طلعات جوية عراقية أو أمريكية ما لم يتم الإفصاح عنها بالضبط أنها ستشارك في صد الهجوم عن مدينة الضلوعية، وتم قصف مواقع معينة للمسلحين في مدينة أو محيط مدينة الضلوعية، لكن لم نتأكد إلى الآن من مصادر هذه التصريحات، لكن هي تصريحات حكومية. طبعا من جهتي تنظيم الدولة الإسلامية تبنى رسميا العمليات واقتحام المدينة لكي لا بعد ذلك يخرج أحد وعبر شاشات التلفزيون ويقول ثوار العشائر ويقول ما أعرف شنو، يعني من كلام هذا الكلام رسميا الدولة الإسلامية تبنى على مواقع رسمية تبنى عملية أو الانفجارات أو هذه في تبنى هذه العمليات في الضلوعية. طبعا مدينة الضلوعية بعد ما صارت الانفجارات وبعد قذائف الهاون شهدت اشتباكات عنيفة جدا، اشتباكات عنيفة تزامنا كما صرح أحد السياسيين قال أنه تزامن مع ذلك وصول الحشد الشعبي والعصائب والجيش والقوات الأمنية إلى مدينة الضلوعية لصد الهجوم على مدينة الضلوعية. من جهته البرلمان العراقي اليوم نواب محافظة صلاح الدين اللي ما يجاوبون على تليفوناتنا واللي هي اسم القناة أساسا هو تابع صلاح الدين، ولا واحد من نواب صلاح الدين جاوب على تليفوننا على مود نعرف شنو الموضوع بالضبط، شنو موضوع الضلوعية بالضبط، للأسف ما حد جاوب على التليفون. والدليل أنا شخصيا قبل أن أدخل للبرنامج أنا اتصلت على أحمد الجبوري أبو مازن، اتصلت على شعلان الكريم، اتصلت على قتيبة الجبوري، اتصلت على قائم مقام الضلوعية، على رئيس مجلس المجلس المحلي مال الضلوعية، ولا واحد جاوب. أنا أحكيها خلينا نحكيها بالأسماء على مود نكون واضحين، وهذه الأرقام معروضة عندكم أكيد. هسه أبو حسين ينضم إلينا من الضلوعية، تفضل أبو حسين. أبو حسين تسمعني؟ أبو حسين تسمعني؟ اسمعني من اسمعني من التليفون، لا تسمعني من التلفزيون أبو حسين. ألو أبو حسين تسمعني؟ أبو حسين من الضلوعية، تفضل أبو حسين. أبو حسين؟ ألو تسمعني أبو حسين ولا ما تسمعني؟ انقطع الاتصال، هذه ثاني مرة الاتصال مع أبو حسين من الضلوعية وينقطع الاتصال. فبالحقيقة احنا فريد نوقف على على موضوع الضلوعية، شنو صار بالضلوعية لحد الآن؟ أنا أقول لكم لحد الآن ما أحد يجاوب على تليفوناتنا، وأتمنى من الأخوة بالكنترول يرجعون يتصلون على أبو مازن لكونه هو اليوم اللي ألقى البيان عن محافظة صلاح الدين وتكلم عن محافظة صلاح الدين وقال إن الجبور يتعرضون للهجمة. طيب احنا نريد من عندك أما تطلع أما تجاوب على تليفون عمود نفتهم شنو الموضوع، أو تشيل سلاحك وتروح حالك حال المحافظين والمجالس المحافظات والنواب اللي وقفتوا اليوم كلكم بمجلس الهاد، عود تشيل سلاحكم وروح للضلوعية. يعني إذا أنتم بتصريحات ما تريدون تطلعون على التلفزيون تصرحون، ما أعرف هل هو خوف أم هو تنصل عن المسؤولية. خلاص إذا أنت شيل سلاحك وروح، لو خلاص قدم استقالتك، حطوا استقالاتكم من رئيس البرلمان سليم الجبوري وقولوا له خلاص احنا مستقيلين، احنا ما مدى نوفي بالغرض المحافظة صلاح الدين، محافظة صلاح الدين كلها مشاكل ويمكن احنا يجوز يتطلب من عندنا يوم من الايام نشيل سلاح لو نشيل بي كيسي ونطلع لازم نحارب واحنا مو قد هالموضوع، فاحنا نتنحى ومع السلامه. على شنو هال تمرمرون قلبنا وقلبكم ونواب بس بالاسم؟ يعني احنا ما نريد نطلع من طورنا بالموضوع او نتجاوز او كذا، ويعني لكن بعض الاحيان بعض الامور يعني احنا نطلع ساعه تلفزيونيه نريد نقف على اهم الاحداث اللي الفعليه في أو اللي صار بالضلوعية، وللأسف الشديد يجيك نواب البرلمان عن محافظة صلاح الدين ما حد يجاوب على التليفون. وصدقوني طلعنا حلقة
حلقة الحلقة السابقة كانت عن محافظة الناصرية، تحدثنا عن محافظة الناصرية والخدمات بالناصرية وتردي الخدمات بالناصرية والفساد اللي بالناصرية والمحسوبيات اللي بالناصرية. اجانا كتاب شكر من اعضاء برلمان بمحافظة عن محافظة الناصرية، شكرونا لان سوينا حلقة وقاموا سووا تكتل عن الناصرية وراح يطالبون بخدمات وتحسن الخدمات ومعالجة البطالة وتحسين الكهرباء بمحافظة الناصرية، وراح يرفعون كتب للوزارات وللبرلمان وسووا تكتل كل الكتل، سووا تكتل باسم محافظة الناصرية لأن احنا عرضنا حلقة عن محافظة الناصرية. زين، واحنا نواب صلاح الدين تتصل بي لو يعتذر منك، لو ما يقدر يسولف، لو يخاف، يعني خلينا نحكيها بصراحة، لو يخاف، لو نايم، لو ما يجاوب على التليفون، لو يغلق تليفونه، لو ينطينا مشغول، يعني على شنو لعد احنا طالعين؟ لعد على شنو انتم؟ مو احنا، احنا لا، احنا غصبا علينا نطلع ونسولف، ولان احنا اعلام، احنا لازم نوصل صوت الشارع العراقي، بس انت على شنو يبقى صاير بالبرلمان؟ ايش عندك؟ شو تسوي صاير بالبرلمان؟ اتنحى واقعد ببيتك وخلاص، وهم التقاعد قاطعينه، ارجع لوظيفتك الاولية شنو كانت وارجع لها وخلاص، ليش انت قاعد تأذي الشارع العراقي؟ وانت تمثل على اساس تمثل الشارع العراقي او تمثل المحافظه مالتك، وانت كل شيء ما مقدم للمحافظه والمحافظه كل شيء ما مستفيده من عندك. ينضم الينا هاتفيا الشيخ منير الحسين عضو مجلس محافظه صلاح الدين. الشيخ منير مرحبا بك. اهلا وسهلا. شيخ منير، اول شيء شنو اللي صاير بالضلوعيه بالضبط على مود يعرف المشاهدين اللي شنو اللي صاير بالضلوعيه؟ تفضل شيخ. والله حقيقة هذا الضلوعية هاجموها الإرهابيين بسيارات مدرعة مفخخة حمرات مال جيش، استطاع يعني خط التعسكر بواحدة، وواحدة عبرت إلى داخل المنطقة وتشجرت في منطقة السوق. نعم. داخل الضلوعية. نعم. وأحدثت خسائر كبيرة. نعم. طيب الـ 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 يعني هناك شهداء وهناك جرحى، يعني هل اغلبهم من القوات الامنيه، من العشائر، من المدنيين اللي بالسوق؟ والله شهداء من الشرطه المحليه. نعم. وشهداء من المدنيين. الان الوضع الان حاليا بهذه اللحظات شنو الوضع بالضلوعيه تحديدا شيخ حسين؟ والله يا الوضع حاليا يعني هناك حالة استنفار عامة، أيضا دعم الحكومة إلى الضلوعية دعم ضعيف، طالبنا عدة مرات بإرسال قوات لتحرير المنطقة، ما جتنا قوات. السبب ليش ما جت قوات؟ يعني الحكومة ما استجب؟ أعطوني إياها أسلحة قليلة. ما حاولتوا تتصلون بالأعضاء البرلمان، المجلس محافظة، المحافظ، غيره، إنه يوصل لكم دعم، الفرقة الرابعة، غيرها، يعني ما قدرتوا؟ قيادة عملها سامرة؟ والله هو حقيقة المحافظ ومجلس المحافظة ما تصر ولا شيء، ولكن هذا الموضوع مرتبط بالسيد القائد العام للقوات المسلحة، ومرتبط أيضا بوزارة الدفاع. طيب وزارة الدفاع يعني عندكم أعضاء برلمان عن المحافظة، ما قدرتوا تخابروهم أنه يخابرون مكتب القائد العام وزارة الدفاع؟ والله خابرناهم، ولكن يعني أعضاء صلاح الدين البرلمان يعني إحنا حسينا أنه الضلوع اتجاه ضلوعية من البرلمان ومن الحكومة. يعني إحنا خلينا نكون واضحين شيخ، شيخ يعني أعضاء البرلمان من المحافظات الأخرى لبسوا عسكري وشالوا سلاح وطلعوا، وأعضاء صلاح الدين حتى ما حد يداعي بصلاح الدين، ليش هذا الإهمال؟ ما قدرتوا تعالجون هذا الإهمال؟ والله العلاج هو ليس بالعين في الوقت الحالي، احنا احتجنا دعم وطالبنا بدعم من البرلمان ومن مجلس الوزراء ومن القيادة العامة من كل الجهات. حقيقة جانا دعم ولكن الدعم ضعيف لا يرقى إلى حتم المعركة. الآن الأجواء وسط مدينة الضلوعية هدوء أم اشتباكات أم ماذا بالضبط؟
والله حاليا يعني اكو اشتباكات خفيفه يعني، وهاي تعلمنا عليها احنا صار من 80 يوم القاتل، تكون الاشتباكات خفيفه نقول اليوم زين الوضع ماكو شيء. طيب طيب هل هنالك انباء على ان ابناء العشائر المسل او القوات الحكوميه انسحبت للدجيل وبقت الضلوعيه، لو هذا الاخبار كاذبه؟ لا لا هذا الاخبار غير دقيقه، القوات يعني حتى الدجيل هي معتمده على نفسها وعلى موضوع الحج الشعبي اللي هي. الخدمات شنو وضع الخدمات بالضلوعيه من 80 يوم؟ الكهرباء والماء والمواد الغذائيه والى اخره. والله الخدمات يعني نقدر نقول دون المستوى المطلوب، لانه كل هاي الامدادات المعركه والامدادات المواد الغذائيه والوقود كل هاي تصير عن طريق الزوارق، لانه ما الجسر تم تفجيره من دخلوا الى ضلوعيه حجره وجسر، وبقينا احنا نمد المعركه ونمد المنطقه عن طريق الزوارق، فاكيد تكون الخدمات ضعيفه. الشيخ منير الحسين شكرا جزيلا لانضمامك الينا، شكرا شيخ. الشيخ منير الحسين عضو مجلس محافظه شكرا، قال التقبل ضعيف، اخوي الاخوه بالكنترول، اتمنى ترجعون تتصلوا لي على اعضاء البرلمان مال المحافظه صلاح الدين. وبلكة تتحصلوا لي اريد اما المحافظ السابق اما اللي موجود اللي اليوم القوا البرلمان. انطوني خابروا لي اياهم خلينا نفتهم شنو الفيلم من عندهم، نفتهم شنو الموضوع. الاخوان يقولوا لي الاخوان استاذ احنا قاعد نخابر ما حد يرد على التليفونات اساسا، لان يعرفون نفسهم. يعني هنا المشكله، يعني المشكله انه يقول انه منير الحسين الشيخ عضو مجلس محافظه يقول الوضع ضعيف، 80 يوم صار لهم، يقول احنا 80 يوم اذا اشتباكات خفيفه نقول الحمد لله اليوم الوضع زين، اليوم الوضع طبيعي. لكن يقول الموضوع الامدادات اللي يوصل هو لازم وزاره الدفاع والقوات مكتب القائد العام للقوات المسلحه، وما قاعد يدزون شيء ولا يستفيدون، ولا ان معتقد الموضوع يهمهم، او يمكن الموضوع ما يهم قاسم سليماني، خلينا نحكيها هالشكل احسن. على مود يعرف الشارع العراقي شنو الموضوع ويتنبه، خلينا نكون واقعيين، على شنو احنا نلف وندور وكذا. ف مصدر امني مسؤول ايضا اعلن ان عن تقدم افواج الحج الشعبي نحو ناحيه الضلوعيه، وطيران الجيش ايضا بدا يقصف معاقل المسلحين في الناحيه، وايضا هناك موجه من النزوح الجماعي للعوائل الساكنه بالناحيه، قد حصل يعني نزحت العوائل خوفا عمليات عسكريه وقصف وكذا، فاكيد الناس تخاف، فيقول ان موجه نزوح الجماعي للعوائل الساكن من ناحية خوفا من العمليات العسكرية وتطور العمليات العسكرية في الضلوعية. مصدر أمني أيضا أكد مقتل 10 جنود من الجيش العراقي، وأيضا مقتل 8 من المسلحين باشتباكات عسكرية في ناحية الضلوعية بمحافظة صلاح الدين. وهذا المصدر الأمني مصدر أمني مسؤول أيضا قال ان هناك اشتباكات وقعت مع بين المسلحين وبين القوات الامنيه في الضلوعيه، وهناك قتلى وجرحى ايضا بينهم جنسيات عربيه، والاشتباكات لا تزال مستمره ومتقطعه خفيفه، وعلاوه على سقوط قذائف هاون على سكان الناحيه الذين اكدوا دعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة. يشار أن القوات المسلحة تكثف جهودها العسكرية على عدد من المناطق التي يسيطر عليها المسلحون. طبعا الأعداد القتلى والجرحى من الضلوعية من سواء من القوات الأمنية ومن العشائر أو من المدنيين وصل إلى 100 قتيل وجريح، وصلوا إلى مستشفى بلد في مدينة بلد، لأنه يعني هو المدينة الأقرب إلى الضلوعية. ولكن مجلس شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين أكد أنه يجب على الحكومة العراقية التدخل الفوري وإرسال
قوات عسكرية بمساندة الطيران الجيش لإنقاذ مدينة الضلوع. يا أحبتي الكرام، فاصل ونعود إليكم من برنامجكم مع الناس، حيث تعصف بنا رياح التغيير فيكون ملاذ فضفضتنا مع الناس. مع الناس منكم وإليكم من قناتكم سمراء. سنقرأ رسائلكم التي تردنا على الواتساب 0770-250-303، كذلك ننتظر اتصالاتكم على الفايبر 0780-111-7372. رجع إلينا الأخ أبو حسين من الضلوعية. تفضل أبو حسين، يسمعنا أبو حسين من الضلوعية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو حسين، ماذا يحدث في الضلوعية أو ماذا حدث منذ صباح اليوم إلى هذه اللحظة؟ تفضل أبو حسين. تحية لكم وتحية لقناتكم مشكورة وبرنامجكم وضيوفكم الكرام. الضلوعية الآن يعني منذ 80 يوم يعني تشهد حملة شرسة من مقاتلي ما يسمى بالدولة الإسلامية داعش، حملة شرسة تستهدف بالتالي استئصال شاسة هذه المنطقة وتريد أن تأيد بالعضوية في العالم. نعم. طيب، اليوم بالضبط الحصيلة النهائية للقتلى والجرحى، اليوم بالضبط عندك حصيلة نهائية؟ نعم، اليوم أبو حسين أكثر من 18 شهيد سقطوا في الضلوعية وأكثر من 170 جريح، غالبهم من المدنيين، ومن الشرطة المحلية، وقد تردد أن هناك الأعصاب. وهذه الكل يعني هذه المعلومة هي الباعثة وتشويه الحقيقة. الذين صمدوا في الضلوعية هم أبناء الضلوعية، أبناء الجبور، ومن يعني ومن معهم. طيب أستاذ أبو حسين، الوضع الخدمي، الوضع المعاشي، شنو الآن الوضع خصوصا الأهالي محاصرين من 80 يوم، شنو الوضع بالضبط؟ الحقيقة أن غالب البناية في ناحية الضلوعية قد فجرت من قبل جنود داعش، والضلوعية تعتمد في عملية الإمداد على القوارب التي تأتي وتذهب من منطقة ثلاث إلى الضلوعية، وكذلك موجود جسر الخشب القديم لا يصل التنقل منه وتعب ويذهب إليه. طيب يا أبو حسين، تسمعني يا أبو حسين؟ نعم. أبو حسين، ما قدرتوا توجهون رسائل لأعضاء البرلمان عن محافظة صلاح الدين على مود يشوفون حل الوضع الضلوعية لو ما حد استجاب لكم؟ يعني حقيقة أتكلم يعني بالحقيقة أنا أشكر كل من وقف، من أي إنسان وقف في جانب الضلوعية، لكن أنا شخصيا قد اتصلت يعني بأربعة من الجموعة باثنين، وقد تفاعلوا مع الضلوعية واتصلوا مباشرة بالدكتور سليم الجبوري، ورجل تفاعل، لكن يفاجئ الدكتور سليم الجبوري لأن قائد القوات المسلحة يعني لا يعرف الموضوع الأهمية، وكذلك وزير الدفاع لا أعلم يعني ما حقيقة ما يراه في الضلوعية، لكن بعد الضغط وبعد الاتصال بالمسؤولين والاتصال ببعض الأقارب الزوار الموضوع بدأ يزرق وبدأ يتفاعل. أبو حسين من الضلوعية، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. شكرا أبو حسين.
احبتي الكرام، ننتظر اتصالاتكم على الفايبر وكذلك رسالكم على الواتساب، وصلت سنقراها ان شاء الله بعد الفاصل باذن الله. فاصل ونعود اليكم. الضلوعيه تحت النار، كونوا معنا. بالقوارير وكما أوصانا سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فهي أم، ابنة، أخت وزوجة، فهي ضحية لمجتمع مهدد بالانهيار، ضحية لمحاولة سلب أبسط حقوقها. ما تراب جاعدين ويدرعين، أول ما رح دفن الدفن اللي طلعوا من جو الخيمة. أفضل فوقاني إذا أنت بجالي جاي وما عندي لا خيمة. فرفقا بالقوارير يأتيكم في الأوقات التالية. أحبتي المشاهدين الكرام، مرة أخرى مرحبا بكم. الضلوعية تحت النار، ماذا يجري في الضلوعية؟ وما هذا الصمت الحكومي؟ وما هذا الإهمال البرلماني عن مدينة الضلوعية؟ ولماذا؟ هل هي لا تهم البرلمانيين أم هي خارج حدود العراق؟ تساؤلات كثيرة عن ما يدور في الضلوعية ولماذا الضلوعية. نستقبل وننتظر اتصالاتكم على هاتف البرنامج الذي يظهر أمامكم على الشاشة، كذلك على الفايبر 0780111732، كذلك على الاسيسيل 0770250303. أحبتي الكرام، نقرأ رسائلكم التي وردت. أحمد ينضم إلينا هاتفيا. أحمد السعدي، الدكتور أحمد السعدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله وحيا الله قناتكم الشريفة الوطنية. الله يحييك. انت من وين احمد؟ انت من أخي وين عزيز؟ الضلوعية نعم تفضل. هي من اشرف المناطق اللي انا متابع موضوعها وتفاصيلها في الدفاع عن منطقتهم و احمد يسمعني؟ احمد ينضم إلينا هاتفيا الشيخ شعلان الكريم. الاتصال من وياي اتصال شباب، فصل الاتصال مع أحمد السعدي المستشار القانوني، وفصل الاتصال مع الشيخ شعلان الكريم، شعلان عبد الجبار الكريم. أنا راح أقرأ الرسائل. الله يحفظ أهلنا، أسماء العاصم من سامرة، الله يحفظ أهلنا في الضلوعية بردا وسلاما على أبرياء الذين يتواجدون داخل الضلوعية. اللهم أزح هذه الغمة عن هذه الأمة، مع الأسف على النواب اللي انتخبناهم بس أخذوا الكراسي وقعدوا وخذلونا. هاي شوف الناس كلها تحشى عليكم. أيضا معنا ما شاء الله اليوم الرسائل كثيرة يعني. السلام عليكم، أدعو من الله تعالى أن يحفظكم ويحرسكم ويحفظ العراق من الشر. بنت الموصل، شكرا لأختنا أسماء العاصي وشكرا لبنت الموصل. طبعا ما كاتبك اسمه. السلام عليكم قناة سامرة، شكرا لبرنامجكم، كلامك صحيح يا أستاذ، البرلمانيين جالسين يصرحون ولا يعرفون
مدى خطورة الموضوع. شكرا جزيلا، لم يذكر الاسم. ايضا مازن من ذي قار صديق البرنامج، مازن شكرا لمشاركتك. مساء الخير يا اخي، لا اعرف لماذا هذه الازدواجيه في التعامل مع الشعب العراقي، يعني صار اكثر من 6 أشهر قصف مستمر على المحافظات السنيه، قتل مئات من النساء والاطفال، ولا منحرك ساكن. اما اليوم بعد ان قام الثوار بشن هجوم على، يعني انا اعتقد يعني هو يقول لماذا هذا التحشيد الاعلامي والسياسي والعسكري والطائفي. يعني هو شكرا لاخ مازن، انا ما قرات رسالتك كامله. يعني مساء الخير، احب احيي قناتكم واطلب منكم ان توصلون صوتنا للحكومه العراقيه لتخلصنا من الميليشيات. احنا في محافظه ديالى صايرين بين نارين، نار القوات الحكوميه اللي لا تحل ولا تربط، ونار الميليشيات اللي ما ترحم، اللي ما ترحم، وحرقة الأخضر واليابس. نناشد رئيس وزراء جديد يشوف لنا صورة حل، نريد نعيش يا ناس، كافي ملينا من القتل والإرهاب والدمار. أم حسين من الخالص، شكرا أم حسين. أبو أوس من الحلة، يا أخي الشعب مستغرب من واقف السياسيين السنة رغم كل الكوارث والمجازر والمعارك اللي تصير بالمحافظات السنية والبراميل اللي حصدت الآلاف من الأرواح، وهم يتصرفون تحت الشعار لا أرى لا أسمع لا أتكلم. اسمح لي أقول لك مو أكثر، يعني انا ما انا في، يعني نتمنى ان الاخوه اللي يبعثون مسجات يبعثون رسائل شوي ترفعون على الكلام، واحنا قناه محايده، يعني احنا ما ودنا انه يعني الفاظ وكذا وسب وشتم، يعني حتى لو على. السلام عليكم اخي الكريم، باختصار ما يجري في العراق هي حرب اباده صامته أبادت وتبيد الآلاف من المدنيين، هي حرب عصابات فرق موت التي أنشأتها أمريكا وطورتها إيران بصمت عربي مخزي وتستر دولي فاضح. أبو مهند من بغداد، شكرا لأبو مهند. الله يستر الثوار الأبطال على أعدائهم، إن شاء الله ستمرغ ونفهم بالتراب. شهد من تكريت، مساء الخير وحيا الله قناتكم. أبو عبد الرحمن من بغداد، أخي الكريم لا أعرف من أين أبدأ، لكن فقط أحب أن أقول أن البعض أصبح خنجرا مسموما في خسارة أهل السنة. عجبي على من تبرأ من أهله وعشيرته ليصبح عبدا وعميلا، فليعلموا أنهم سيدفعون ثمن خيانتهم لأهلهم عاجلا غير آجل، ولكل شيء نهاية قريبة. أيضا أم رواء من صلاح الدين، السلام عليكم. أخي المحافظات والمناطق السنية أصبحت مسرح لتصفية الحسابات السياسية والطائفية، يعني لماذا فقط في مناطقنا؟ أعتقد هذا مخطط لتغيير ديموغرافية المحافظات ولتدمير مناطق السنة نهائيا. أم رواء من صلاح الدين شكرا جزيلا لك. أبو حيدر من كربلاء، أطالب الحكومة العراقية القضاء على الإرهاب في كل العراق، في كل العراق خصوصا المحافظات التي تعتبر حاضنة للإرهابيين مثل الأنبار، صلاح الدين، نينوى، وأطلب بدعم الحشد الشعبي بالأسلحة الثقيلة، لأن بصراحة جيش العراق الحالي غير قادر على تطهير العراق وحماية. أبو حيدر من كربلاء، السلام عليكم. طبعا الأخ ما ذاكر اسمه بس يحب يتفلسف علينا برسالة، عادي ما عندنا مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله، ممكن نعرف الضلوعية تحت النار من أي جهة؟ من كل الجهات. النار انك مو قاعد تكتب لي على الواتساب وتصرح، النار انك اذا انت فعلا تاخذك الغيره على ضلوعي روح شيل سلاحك وامشي. انا اتمنى ان البعض ما يتجاوز بالرسائل، احنا نحترم الكل، احنا لكل شخص الى قدره، لكل شخص الى مكانته، احنا فقط نريد نفعل قضيه مهمه، قضيه الضلوعيه ليش مهمله. هو يقول يعني كثير من الاتصالات يقول 80 يوم وما حد يعبرها ليش، وامر لي نفسي، يعني هنالك يعني حتى بالتعامل كما قال عضو مجلس محافظه للرجل كان متضايق، قال للاسف الشديد المشكله انه الى الان البرلمانيين اكو اهمال من البرلمانيين للمجلس، وهذا شيء واضح للمحافظه يعني، وهذا شيء واضح. اليوم القوا بيان، طيب بس البيانات شو تسوي؟ مو الأمم المتحدة صارها كومة تنزل بيانات وهي ما محركة هالطول ساكن بالكون كله بالعالم، وهي الأمم المتحدة. فالبيانات ما تقدم ولا تأخر بقدر ما هناك شيء فعلي على الأرض تواجه الناس، يشوف الناس العيان يشوفون شيء واقعي ملموس، ولا أما هو بس بيانات. البيانات ما أظن راح تقدم ولا تأخر، ولا البيانات راح تسوي مثل اللي سوته فيان دخيل.
حركة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والأمة كلها حركتها في هذا الدخيل، وبعدين هم الشغلة طلعت مو صحيح. الشيخ خميس الجبارة رئيس مجلس الشيوخ صلاح الدين طالب باسم شيوخ عشائر صلاح الدين وباسم شيوخ الجبور الحكومة العراقية بالتدخل الفوري لإنقاذ أو لصد الهجوم عن مدينة الضلوعية 80 كيلو متر جنوب محافظة صلاح الدين أو جنوب تكريت بعد هجوم مسلح اليوم قوي من قبل المسلحين على المدينة. وحذر الشيخ خميس الجبارة أن ناحية الضلوع ستتعرض إلى مجزرة دموية بحق أبنائها الذين صمدوا لأكثر من 80 يوم، مشددا على ضرورة إسناد أبناء الناحية والعشائر والقوات الأمنية خلال تقديم التدخل الفوري بمساندة طيران الجيش وإرسال قوات عسكرية عاجلة إلى الناحية. أحبتي الكرام، الضلوعية تحت النار، ننتظر اتصالاتكم مشاركاتكم على هاتف البرنامج. أي أخ يعني الحلقة ممكن راح تعاد، أو أي برلماني عنده تعليق، إحنا ما عندنا مشكلة نخصص حلقة كاملة نستضيف بها الأخ البرلماني عبر الهاتف أو عبر السكايب أو عبر الأقمار الصناعية نستضيفه ويسولف لنا في حال إحنا تجاوزنا على حد. لكن إحنا ما يعني إحنا كقناة محايدة إحنا ما تجاوزنا على حد، فقط إحنا نريد نهيج عندهم الغيرة العراقية. يعني معقولة بس بيان وبعدين تطلع من البرلمان تحط راسك وتنام والعالم تتذبح؟ يعني كثير أمور إحنا ما ودنا نتكلم وما ودنا نزيد الطين بلة ولا بدنا نتجاوز، لكن إحنا ودنا أنه نوصل حقيقة، وهذا حقيقة الشارع العراقي. كل الشارع العراقي الآن يقول هذا الكلام. واحد طبعا السلام عليكم، ما عندنا صوت، يريد الحلقة بس يقول ما عندنا صوت. بصراحة الحلقة أعتقد لازم تعيد توليف القناة مرة أخرى، تحذفها وترجع يعني الريسيفر، تحذف القناة وترجع مرة ثانية توليف الريسيفر وتمشي الأمور إن شاء الله. طبعا رسائل اليوم كثيرة وصلتنا، واحد يعتذر يقول يا أخي أنا ما تجاوزت على أحد، بس أنا يعني من حرقة قلبي دا أحكي وأشو رزلتني. فوالله إحنا مو هنا المشكلة، إحنا نقرأ كل الرسائل اللي توصلنا، لكن أكو تجاوزات على أشخاص معينين إحنا يعني كسياسة قناة إحنا ما نقبلها. صحيح إحنا نريد من أعضاء البرلمان عن صلاح الدين أنه يوقفون وقفة يحمدون عليها، يوقفون وقفة من داخلهم، مو إلا تجي تطلع قناة ولا تحكي لهم ولا كذا ولا ما أدري منو. أشو إحنا يعني عندنا 20 عضو ما أدري إيش قد يوميا نخابر عليهم ما حد يجاوبنا. المشكلة. السلام عليكم، رسالة وصلتنا. السلام عليكم، لماذا لا تهتم بالمناطق الشيعية مثل آمرلي وطوز خرماتو؟ احنا اللي ارسل الرسالة لماذا لا تهتم بالمناطق الشيعية مثل آمرلي وطوز خرماتو، احنا بصراحة اتكلمنا عن كل المدن، اي لكن يعني اليوم ما حدث بالضلوعية لازم كان يريد حلقة. الضلوعية تحت النار وهي فعلا تحت النار، لكن ينضم إلينا رئيس المجلس البلدي لمدينة الضلوعية الأستاذ خلف تركي. أستاذ مرحبا بك. مرحبا بقناة فضائي السامراء. مرحبا بك وكل الهلا. أستاذ، ماذا يحصل بالضلوعية اليوم بالضبط؟ حصل هذا اليوم تعرض واسع وشامل إلى ناحية الضلوعية من عدة محافظ. نعم. استخدموا فيها الزوارق النارية المفخخة كما استخدموا العجلات المدرعة المفخخة، واستخدموا كافة الأسلحة التي يمتلكونها. نعم. ولكن كان هنالك
أخوانك عشيرة الجبور الأبطال الصناديد لهم بالمرصاد، ودارت معركة قوية جدا. نعم. لم يستطيعوا الدخول إلى هذا القاطع إلا من خلال استخدام العجلات المفخخة المدرعة، لذا استطاعوا أن يقتحموا إحدى النقاط الموجودة على الساتر، واستمرت المعركة من الساعة 5 صباحا ولحد الساعة 4 بعد الظهر، تكبد العدو الغاشم خسائر كبيرة جدا بالأشخاص والمعدات، ولا زال العشيرة، لا أستطيع أقول عشائر أيضا، لكنه علينا أن نكون واقعين صامدين ومرابطين، وأبوا أن يسمحوا لهؤلاء الأوباش أن يدنسوا الجبور. طيب أستاذ، الآن في هذه اللحظة مع غروب الشمس، هل في اشتباكات أم الوضع هدوء أو هدوء نسبي؟ نعم، لا تزال اشتباكات موجودة الآن، ولكن هنالك صناديد لهم بالمرصاد لا يستطيعون أن يقدموا شبر واحد بإذن الله. طيب، إلا على جثث هؤلاء الأبطال. أستاذ خرف، البعض يعني نشر خبر انسحاب للقوات الحكومية إلى بلد وترك الضلوعية، صحيح ولا هذا الخبر كاذب؟ هذا الخبر احنا ما يهمنا سحب قوات او وجود قوات ابدا، هذا القوة الموجودة والعزيمة الموجودة والإرادة الموجودة، ان كانت النساء هي تحوض وتقاتل، ان كان الاطفال، ان كان الشيوخ، هم يصنعوا القوة ويصنعوا المجد. طيب، صامدون باذن الله. طيب أستاذ خلف، هل هناك حركة نزوح فعلا شهدتها الناحية خوفا من العمليات العسكرية؟ قاطع الجبور لم ينزح منه أحدا أبد سوى الجرحى. كم وصل عدد الجرحى؟ تقاتل. كم وصل عدد الجرحى أستاذ خلف؟ الجرحى حصل عندنا في نتيجة التفجيرات المفخخة بالتقريبا بالمئة والهاونات، هذه اللي سببت عندنا جرحى وشهداء. الأستاذ، هذا السبب الوحيد اللي نعم. احنا نشكرك على انضمامك الينا أستاذ خلف تركي، رئيس المجلس البلدي لناحية الضلوعية. شكرا جزيلا. شكرنا وتقديرنا للطيران الجيش، شكرنا وتقديرنا للحشد الشعبي، شكرنا وتقديرنا العالي لقيادة عمليات بغداد البطلة المتمثلة بقائد عمليات بغداد الفريق الركن الشمري، عبد الأمير الشمري العراقي الأصيل الوطني الشهم، الذي كان معنا من أول لحظة إطلاقه والحشد. نعم أستاذ خرف، أنا بعد هذا الشكر راح أسألك سؤال أخير. أحد أعضاء مجلس المحافظة قال لحد الآن ما وصلنا أي دعم أو إمداد، ضعيف جدا من الحكومة، يعني قال إحنا وصلنا إمداد ضعيف والحكومة أصلا لم تكترث لما يحصل في الضلوعية، صحيح هذا الكلام أم غير صحيح؟ الحكومة نقدر نقول مشغولة الحكومة، ولكن عزيمتنا وهمتنا واعتمادنا على مشغولة بشنو أستاذ خلف؟ والإرادة الموجودة أستاذ خلف، مشغولة نعم. بشنو يعني الضلوعية تختلف عن آمر لي مثلا شنو؟ الـ ما تختلف شيء عن آمر أبدا، ولكنه ظروف البلد إحنا لازم نكون منصفين. نعم. الآن في كل البلد جبهات مفتوحة
وهناك هنالك خروقات وهنالك، فبالتأكيد يعني إحنا هذا الرجل هو أيضا يمثل الدولة، قائد عمليات بغداد نعتبره من الدولة، ولو هو دائز عنا إحنا مو ضمن عملياته حقيقة، هي فزعة، ولكن نعتبره هو يمثل الدولة، شكرا، يمثل الدولة، والجهد اللي يقدم لنا هو يعتبر جهد الدولة. طيب والفتلة وقائد عمليات سامر إلا دور بالموضوع لو لا؟ هو أقرب لكم من بغداد حقيقة. أيضا الرجل يعني قائد عمليات سامراء لديه مشاغل أيضا، وعندهم جبهة على تكريت باتجاه تكريت وباتجاه أمري وهذه القواطع أيضا ما متفرغ، فهو الرجل أيضا ما يقفل عندما يكون عنده مجال وعنده وقت. بس وين احنا قاعد نحكي عن دماء ناس، يعني ابن تكريت مواطن، استاذ خلف تركي، الابن سامرة مواطن، وابن ضلوعية مواطن، وابن تكريت مواطن، ابن العلم مواطن، فما شنو مشغول يعني؟ هذا مو عذر انا اتوقع يا استاذ. لا بالعكس، انا ما اجامل، ولكن انا احكي واقع استاذ، انا المزايدات ان شاء الله بعيدين عنها. اشكرك استاذ، بالواقع احنا الوقت نعم الوقت قصير جدا، وعندنا نعم مكالمات واتصالات، واحنا نشكر انضمامك الينا من قلب الضلوعية من الحدث. شكرا للأستاذ خلف تركي رئيس المجلس البلدي لناحية الضلوعية، شكرا جزيلا لك. طبعا بالحقيقة راح نقرأ الرسائل لأنه الوقت صراحة صار طبعا يقول السلام عليكم، لماذا لا تهتم بالمناطق الشيعية مثل آمرلي وطوس خرماتو؟ لا تفهم قصدي بأني طائفي، أنا عراقي وافتخر، اللهم احمي العراق جميعا واحفظ أهل العراق. بالحقيقة احنا تحدثنا، يعني احنا ما نتكلم عن منطقة ومنطقة، احنا كنا تحدثنا عن محافظة الناصرية، وكل أهالي الناصرية دزونا شكر على الحلقة، واللي فعل الغيرة عند نواب الناصرية وطالبوا بتحسين الخدمات للناصرية، وجانا كتاب شكر من أعضاء برلمان الناصرية على الحلقة. فإحنا ما تحدثنا عن منطقة ومنطقة، لكن المنطقة اللي وجايين إحنا إلى مناطق العراق تباعا، بعد عندنا حزام بغداد والبصرة وكثير من مناطق وديالة، فجايين لكن تعرف إحنا حلقة وحلقة، يعني إحنا ما نقدر بحلقة واحدة ناخذ كل ال. احمد السعدي مستشار قانوني انضم الينا، تفضل استاذ احمد. قناتكم الشريفه قناه سامراء، شكرا جزيلا من خلال لك. قناتكم من خلال قناتكم الشريفه، والذي نعم يحدث في قضاء الضلوعيه من تصدي واضح للدواعش من اليوم الاول لاقتحامهم مدن ومحافظات العراق. لاحظنا انه قضاء الضلوعيه برجالها الشجعان من عشائر الجبور وغير العشائر اللي متواجدة في هذه المنطقة، فهي تصدي واضح لأنهم رجال ووطنيون ويحمون بلادهم ووطنهم ومدنهم بغيرتهم الشجاعة. ولي اليوم سمعت خبر أنه أحد الأصدقاء من عشيرة الجبور وصديقي في هذا القضاء قد أصيب ب عدة إطلاقات، المهم لتصديه للدواعش. من خلال قناتكم نوجه نداء إلى نقيب المحامين محمد الفيصل، وإلى نقيب محامي صلاح الدين الدكتور سفيان عباس، الرجل الشجاع والذي أيضا الوطني على منطقته ومحافظته. اتركوا هسه كل البرلمانيين، لأنهم أعتقد انه اللي مشي له الغيره على محافظته وعلى ديرته وهله بهيك محنه بعد ما ينفع انه واحد يسولف وياه. فوجهوا نداءكم الى النقابه الوطنيه الشجاعه، نقابه المحامين، لمخاطبتها مكتب القائد العام للقوات المسلحه ووزاره الدفاع في حمايه مدننا وشعبنا من المواطنين في محافظه صلاح الدين وفي قضاء الضلوعيه بالاخص، لكونه هذا القضاء قد تصدى وبشكل شجاع ووطني ليس بقليل كما صمدت مدينة آمرلي، فهي نفس الشجاعة ونفس الغيرة الوطنية. فلا
لن نتخذ الأمور من جانب واحد، آمر لنوجه الحشد الشعبي ووزارة الدفاع وطيران الجيش لهذه المدينة، وقضاء الضلوعية تبقى صامدة برجالها الوطنيون الشرفاء. سنوجه نداءنا إلى نقيب المحامين محمد الفيصل بالإسراع بتوجيه نداء العاجل إلى وزارة الدفاع. نعم احنا نشكرك لان صراحة الوقت ضيق وعندنا اتصالات كثيرة قاعد تجينا، فاحنا اشكرك جدا ووصل ندائك وراح نوصل ندائك للأستاذ فيصل نقيب المحامين، وشكرا لانضمامك الينا الأستاذ احمد السعدي المستشار القانوني، شكرا جزيلا لك. احبتي الكرام انا لازم اقرأ الرسائل سريعا، المشاهدين راح يزعلون اكيد. أبو نمر الشبلاوي من الطارمية، السلام عليكم أستاذ مقداد، نسأل الله العظيم أن ينتقم ممن يضغط الزناد الغدر، وينتقم من الذين يجعلون الضمير خلف ظهورهم ويتسكعون بالباطل، حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم احفظ الضلوعية والعراق كافة يا رب. أبو نمر الشبلاوي. احنا نقرأ الرسائل محمد أبو عواد، بعد التحية لقناة سامراء المحترمة وتحية لشيخ مقداد، نناشد عبر قناة سامراء الشريفة صوت المظلومين، نحن منطقة المشاهدة المنكوبة المحاصرة من قبل الجيش، هناك مدرسة البواسل، مدرسة السلام متخذينها الجيش مقر بعد تهجير العوائل، والعام الدراسي راح يبدي، واعتداءات من قبل الجيش على أهالي القرية، حسبنا الله ونعم الوكيل. أبو محمد يعني هذا احنا موضوع الطارمية، موضوع حزام بغداد المشاهدة، عندنا حلقة قريبة عن هذا الموضوع، وبإذن الله ناخذ الموضوع ونسعد باتصالاتكم ومشاركاتكم وتبينون الحقيقة، وإن شاء الله نحاول نوصل صوتكم لذوي الشأن المسؤول على مود يحل هذا الموضوع، يعني الموضوع المشاهدة أكثر من رسائل جتني على الواتساب ويريدون حل لموضوع المدارس، راح تبدأ والجيش قاعد بالمدارس، طيب ماكو مقرات يعني شنو؟ والله العظيم مصيبة ما أعرف. السلام عليكم ورحمة الله، محمد الفلوجي، أخي هذا كلام المدير غلط بغلط، الطائرات الحكومية لا تقصف إلا المدنيين. محمد الفلوجي شكرا جزيلا لك. السلام عليكم، شخبار أهلنا بالضلوعية، كل التحية لهم، شو وقت تصفى أوضاع حتى نرجع لبيوتنا؟ أسامة الدليمي، أسامة الدليمي شكرا لمشاركتك. السلام عليكم، بس أحب أرد على من طالب الاهتمام بقضية آمرلي، أقول له يكفي الطائرات أرسلت لهم مساعدات، ونفس الطائرات هي اللي تقصف المدن. أبو أيهم من صلاح الدين، شكرا لأبو أيهم من صلاح، أبو أيهم من صلاح الدين شكرا جزيلا لك. السلام عليكم، ماكو فرق بين الضلوعية وغير أحد، المهم الناس تحت أي نار؟ أرجو الجواب. يعني هذا ترى بعض يعني الشخص، احنا نعوف التعليقات افضل. السلام عليكم، ماكو فرق بين يعني هو احنا يلعب يعني بعض يعني احنا صارنا من بدايه الحلقه ساعه كامله والحلقه مستمره وكذا، على اي على شنو نحكي يعني؟ والاتصالات واعضاء مجلس والرئيس مجلس وكذا، فاتمنى ان البعض. السلام عليكم، شلون بالنازحين وراح يجي الشتاء؟ سووا لهم حل. ترى اليوم الرسائل يعني انا فاعتذر، يمكن بعض الرسائل انا ما قريتها، فانا اعتذر صراحه من المشاهدين، يعني اعتذر لانه بصراحه علي زخم رسائل، فمو يعني اعتذر من الاخوه اللي ما قدرت اقرا رسائلهم، او ممكن فاتت رسائلهم وما قدرت اقراها، فاعتذر جدا من عندهم. فالمهم نرجع الى موضوع الضلوعية، طبعا هناك نقص في الخدمات بالماء بالكهرباء، الرجل رئيس المجلس البلدي لقضاء الضلوعية قال احنا نبقى صامدين وما يهمنا اي انسحاب، انباء تحدثت ولكن نفوها كثير. من ينضم الينا هاتفيا رياض، السلام عليكم. الأستاذ رياض القوام، مرحبا بك. هلا تفضل.
أستاذ رياض، ماذا يحدث في الضلوعية أستاذ رياض؟ الضلوعية تعرضت اليوم إلى هجوم واسع من عدة محاور، محور من جهة سامراء ومحور من جهة منطقة المشروع ومحور من النهر، بهجوم واسع. وصدت له القوات الشرطة والحشد الشعبي الموجود بالمنطقة، وكانت نتائج أنه ما دخلوا على المنطقة. الولوعية أنطت عدد كبير من الشهداء والجرحى، والموقف الآن نوعا ما بنوع من الاستقرار. طيب أستاذ، الآن في حال يعني هذه اللحظة، يعني هل هناك اشتباكات؟ الوضع هادئ؟ ما هو الوضع بالضبط؟ الآن حالة من الترقب الشديد مع وجود طائرات بالجو المراقبة، والموقف نوعا ما هادئ في اللحظة الآن. طيب هل هناك أنباء عن انسحاب القوات الحكومية إلى بلد؟ صحيح هذه الأنباء أم هي غير صحيحة؟ عيد السؤال رجاءً. هل هناك أنباء عن انسحاب القوات الحكومية إلى بلد وترك الضلوعية؟ فعلا هذا الخبر لو غير صحيح؟ هذا الخبر غير صحيح. طيب الوضع الإنساني، هل هناك فعلا حركة نزوح شهدتها مدينة الضلوعية؟ لم تشهد الضلوعية أي حركة نزوح، والناس مستقرة في بيوتها، ولكن تعرف المنطقة أنطت عدد كبير من الشهداء والجرحى، فهي في حالة فوضى، لكن الوضع الإنساني مسيطر عليه. طيب يعني قيادة عمليات سامراء أو قيادة عمليات بغداد، هل كان لها مشاركة معكم في صد هجوم المسلحين على المدينة؟ قيادة عمليات سامراء ما أعتقد لها أي دور في الموضوع، ولا قيادة عمليات، لكن أكو دعم قريب من بلد ومنطقة بلد والمناطق القريبة. يعني الان منو يدير العمليات الان عندكم بالضلوعيه؟ يعني منو الجيش، العشائر، منو بالضبط؟ شرطه الضلوعيه هي اللي تقوم بالعمليه. طيب والنواب اللي عن محافظه صلاح الدين، يعني ما لهم دور؟ قدروا يساعدونكم؟ قدروا يسوون لكم اي شيء؟ قدموا لكم خدمه؟ هم وين؟ هم ما عندهم محافظة حتى يقدروا يقدمون خدمة؟ هم شيء، ما الناس هذول بس اسم محافظة ومجلس محافظة. أقصد النواب، نواب البرلمان. نواب البرلمان مسوي مؤتمر بالمجلس النواب، لكن بعد ما شفنا شيء. الأستاذ رياض شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. أستاذ رياض القوام من الضلوعية، يا مرحبا يا ولد، شكرا جزيلا انضمامك. انا راح اقرا اخر رساله وبعدها نختم، لانه طبعا وقت البرنامج تجاوز. دكتور هيثم من الضلوعيه عبر الفايبر، تفضل دكتور. دكتور هيثم، اين اسمعك؟ اخوي اسمعك. تفضل دكتور، شنو وضع الضلوعية اليوم؟ يصفون المناطق اللي ما بيها اي احد، يعني ما بيها حد، داعش ما بيها، يصفون منطقة البجواري. ايه يصفون منطقة البجواري اصلا، يعني حتى ما بيها داعش، الداعش كلها بمناطق يعني صحراوية، وزين وكم ما نصهم داخل، هم اصلا داعش داخلين في منطقة الجبور. يصفون بالبيوت الواقعة اللي مرات الناس الابرياء اللي ما عندهم شيء، يعني ما يخافون الله. يعني الان القصف، يعني القصف ما قاعد يستهدف المسلحين، قاعد يستهدف المدنيين. اصلا حاليا داعش في منطقه الجبور ومقبره الجبور. وانتم ايش قد تبعدون عن ماكو يا اخي؟ ماكو اي مسلحين، ماكو اخي اي مسلحين، اي مسلحين ماكو، واقع بس بيوت مات الناس الابرياء اللي ما عندهم اي شيء، الناس طالعه. يعني الان دكتور، الان انتم ايش قد البجوار ايش قد يبعد عن الجبور؟ ايش قد كم كيلو؟ اخي ما يبعد، وما يبعد مسافه، يعني بوك بعيد ما بيش كم، يجوز كيلو او كافي عن الجبور.
طيب ليش القصف على المدنيين لعاد؟ ما بيها دا يقصفون هم دا يقصفون حاليا كل الناس أبرياء يا أخي، الناس أبرياء اللي دا بس البيوت اللي دا توقع بيها بالبيوت، القصف كله بالبيوت زين، هم أصلا حاليا بالمزارع مثل أصلا داعش في المزارع ما موجودين بالمنطقة مال بجواري وبالبيوت موجودين، يعني هسه هم يجون يقصفون الناس البيوت الناس اللي ما يعني ما عندها شيء، الفقرة من راح يعوضهم؟ هم يعوضون الدلال السخيفة تعوضهم لو ما يعوضهم. شكرا دكتور، شكرا لانضمامك الينا، شكرا دكتور. دكتور هيثم يقول، الدكتور يقول المشكلة ان القصف قاعد يصير على المدنيين بالبجواري اللي ما يبعد كيلوان عن الجبور، والمسلحين والقتال كله بالجبور، طيب ليش قاعد تقصفون انتم على المدنيين؟ هنا المشكلة. احنا نرجع لنفس المواضيع السابقة اللي حكينا بيها، يعني الآن إذا نقول الضروعية تحت النار يعني شو نقول؟ تحت نار منو؟ الطائرات قاعد تقصف بيهم؟ يعني لي منو راح يتحمل مسؤولية ذول؟ أطفال شنو ذنبهم؟ نساء شنو ذنبهم؟ مدنيين عزل ما لهم علاقة شنو ذنبهم؟ إذا يسمعنا السيد رئيس مجلس أو رئيس المجلس البلدي القضاء الضلوعية اللي الرجل اعتقد عنده علاقات، وشكر الفريق الركن الشمري وشكر الفتلاوي ينطيهم يقول ترى البجواري ما لهم علاقة بموضوع القصف، لا يعني القصف مو تريد تقصفون، يقصفوا أهداف مو تريدون تقصفون على المدنيين. نقرأ هذه الرسالة ونختم أحبتي، أو هي هذه الرسائل صراحة، لأنه يعني رسائل ما شاء الله كثيرة، ونقرأ هذه الرسائل ونختم. السلام عليكم أبو رتاج المشهداني، نناشد من خلال قناتكم الموقرة يا شيخنا الحبيب أن تبين للناس بأننا نعيش حياة مملة في العراق كافة، لا يوجد ضمير لمن يتمسك بالمناصب، نطالب من قناتكم سامراء قناة المبدأ والتأخي أن تطالب الحكومة أن يساوون بين آمر والضلوعية، لا يكون أجهزة التحكم بيد الفاسدين. أبو رتاج المشهداني. أبو سارة من الطارمية، تحية قيمة لقناتكم سامراء، تحية للأستاذ مقداد، نداء من أهالي المشاهدة من فتك الجيش والميليشيات، هجوم ومنهج ضد هذه المنطقة، قام الجيش بتفجير جامع الحق المبين والمنازل القريبة من المقار المتحصنين فيه، ويومين يقومون رمي يوميا يقومون برمي عشوائي على أهالي المنطقة، نتمنى أن توصلون صوتنا. الأخ أبو سارة بصراحة احنا حتى القناة عرضت موضوع جامع الحق المبين واستهداف وتفجير الجامع، اعتقد عرضنا له صورة، وبإذن الله عندنا بالحلقات القادمة راح نتحدث عن هذا الموضوع. شكرا لمشاركتكم. السلام عليكم، شلون بالنازحين وراح يجي الشتاء؟ سووا لهم حل، الله على الظالم والله يعين أهل الضلوعية. هذه أيضا الرسالة وصلتنا، كثير رسائل وصلتنا. آخر رسالة راح أقرأها وأختم البرنامج، أعتذر من الأخوة المشاهدين لأنه بصراحة صار ضغط رسائل علينا وتجاوزنا وقت البرنامج ب 25 دقيقة، مو خمسة بنص ساعة، ب 30 دقيقة. السلام عليكم، لابد من حل سريع وجذري لما يتعرض له أهل السنة من مذابح بحجة محاربة الإرهاب، بحجة محاربة الإرهاب كما ذكر الدكتور هيثم، هذا القصف العشوائي والقصف على المدن للأسف الشديد هذا ما يتعرض له المدن الآن، يطالبون الأخوة يعني ناخذ اتصال فايبر قبل أن نختم. منو معانا؟ تفضل، منو معانا بالاتصال؟ ألو، فصل الاتصال. شباب أنا أعتذر أنه لا تستقبلون اتصال، واعتذر من الأخوة أيضا في الواتساب لأنه شافت الحلقة على النهاية. الضلوعية تحت النار، بعد اتصال دكتور هيثم راح نحتار أي نار. إذا أحبتي الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الأمن والأمان على ربع العراق الحبيب، مع الناس حيث تعصف بنا رياح التغيير فيكون ملاذ فضفضتنا مع الناس. أحبتي الكرام، نأسف لكل من لم نستقبل اتصاله ولكل من لم نقرأ رسالته على الواتساب لأن بصراحة ضغط رسائل كثيرة، من إن شاء الله بالحلقات القادمة راح نعوضكم. الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى إذا لم يستجد الجديد ستكون الحلقة عن البصرة المظلومة. أحبتي الكرام، نلقاكم على خير من قناتكم سامراء، مع الناس منكم
وإليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.